يقدم لكم هذا البرنامج من طرف حرف المغرب. مرحبا بكم في الدورة الثامنة من صناعة بادي الجيل الجديد. أنا مسرورين باش نستقبلكم ونرحبوا بكم. فرحت بزاف. نفس الوقت خلي شي شوية. دابا خصنا نتوما هاد الجيل الجديد تبدعوا. 26 مشارك غادي يواجهوا تحديات واختبارات وغادي يتعاملوا مع مواضيع وتيمات مختلفة. الهدف منها الاحتفاء بالصناعة التقليدية وتثمين منتوجاتها. كانت الحلم ديالي ندوز التلفازة ونوري للناس ان الحلالة فيها شحال حاجة في المقدرة المصرية. غنحاول نتجاوز المنافسين اللي معايا اللي كاملين تبارك الله حرفية وعندهم صنعة في يديهم. في كل أسبوع غادي يغادرونا مجموعة من المشاركين من بعد ما اكتسبوا معارف وخبرات جديدة توفرت لهم من خلال تقدير وتوجيه مجموعة من المصممين والمعلمين. إذا جاتك في القياس وهذا يبان لك الحروف مزيان حاول هاد العقدات تكون متقابل. واش تفيليسيت بوغ سا سي اون تري بون شوز. حاول تشوف كيفاش تفادى هذا المشكل ديال الثقل حتى تحاول تجاوز التحدي ديالك مزوجة بين الجن والفرون فور غادي الصفه ديالك. المشاركين غادي يعيشوا جو المنافسه والاقصاء وغادي يكون تركيزهم الدائم على الفوز والتفوق. كان كل شيء مركز بواحد الطريقه بزاف ما كتقدرش تخيلها. عرفتي راه كتشوف بنادم ما فيهش راسه خايفه لما ندوش البرايم الجاي. والاصرار على مواصلة رحلة البحث عن أفضل متعلم صانع تقليدي في المملكة. سهل سهل علاش قلب ديكور كامل هذه حيدة واسمع ماش دار يجوا بالإيدة وشي تشاورتي معايا واش تشاورتي معايا لا كتفشخر إليا ماشي كتعلم لي فعلا شي نصيحة كيجلس بوقتك تقول الحال وانت يعني كل اسبوع غادي يكون بابعاد وتوجهات مختلفه. في هذا الموسم ايضا غادي يستمر البرنامج وكيف ما تعودنا كل سنه في تحدي خير صنعه اللي غادي يختم الاسبوع الخامس من المنافسه بروح انسانيه وبدون نكهات الاقصاء. في الاسبوع السادس خطوه واحده غادي تفصل المشاركين عن التتويج. رايم حاسم ومصيري استمنهم فقط غادي يحملوا درع صناعة بادي الجيل الجديد وواحد فيهم غادي يتوج بلقب أفضل متعلم صانع تقليدي في المملكة. مرحبا بكم في أول برايم من صناعة بادي الجيل الجديد الدورة الثامنة. كنوقفو قدام لجنة التحكيم لي موالفين كنشوفوها غير باغ تيليفزيون. أنا أمام لجنة التحكيم أشعر بالبهجة والمتعة وأنا في تلك الأجواء. فرحت بزاف. كانت الحلم ديالي ندوز في التلفازة وداكشي ونوري للناس أن الحلالة فيها شحال حاجة في المقدرة نوصل بها. السلام عليكم. السلام. أولا خصكم تعرفوا بأننا حنا مسرورين باش نستقبلكم ونرحبوا بكم في هذا البرنامج اللي هو برنامج صناعة بلادي الجيل الجديد الدورة الثامنة. وانتم مجموعة تمثلون 26 متباري أو مرشحة أو مرشح جيتوا من أغلب جهات المملكة وتتمثلوا ثلاثة الفئات من الشباب. فيكم مجموعة تمثل خريجي أكاديمية فنون الصناعة التقليدية في الدار البيضاء وخريجي معاهد فنون الصناعة التقليدية المصوبة للوزارة المعنية وفيكم كذلك بعض الصناع الفرادة اللي فضلوا يشاركوا أحرار. هذه المجموعة هذه تتكون واحد فسيفساء جميل منكم وجودكم. انتم 26 وغادي تتباراو خلال هذه الأيام. كيف تتعرفوا كل سنة تنختاروا 24 فرد ولكن هذه النوبة لاحظتوا على أنه كان 26. السبب بسيط وأنه حرفة الفخار وحرفة الطرز ما قدمناش نحيدوا واحد باش نردوا أربعة ولهذا كنا مضطرين باش ناخذوا خمسة بدل أربعة. بغيت نسول إيمان
تنتفاجئوا على انه حرفه الخشب معروفه غير للرجال، واذا به انت جيتي وغزيتي هذا القطاع هذا، علاش اختاريتي هذه الحرفه وشنو هو الدافع باش توصلي لهذا الشيء؟ هذا شرف لي انني يكونوا الناس وكيقدروا المراه انها تكون داخل الدومين ديال الصناعه الذكوريه، وانا اختاريت النجاره حيت كنبغيها. شرف لي انهم كيقدروا المراه النجاره وعجبني الحال حيت كيدوني، هذه بالنسبه لي طاقه ايجابيه. مها دغور كنتي بغينا نسولك شنو هو داك المشروع اللي كيشجع هذا النوع من الحرفه ديال موقع الكتروني اللي كنعرض فيه منتوجات اللي كنخدمها انا بالخزف، وكذلك كندمج حتى الهوايه ديالي اللي هي جارديناج، باش يقدر الكونسوماتور انه يتسهل عليه انه يشوف المنتوجات التقليديه بدون فاصون اللي هي متطوره. شكرا شكرا فاطمه الزهراء، جا دورك انت في الزربيه، وبغينا نشوفوا كيفاش انت تتجمعي ما بين المستوى الجامعي ليسونس وما بين تطوير هذه الحرفه هذه ديال الزربيه المغربيه. كان الاختيار ديالي انني نجمع بين الدراسه ديالي وبين الحرفه، وبطريقه اللي نكون اكيليبغ بيناتهم بجوج، يعني ما نسمحش في القرايه وفي نفس الوقت ما نسمحش في الحرفه. دونك خاصني نخدم في الجامعه ديالي باش يكون عندي مستوى عالي وفي نفس الوقت مستوى عالي حتى في الحرفه ديالي. شكرا عليكم جميعا، مساء الخير. احنا مسرورين لاستقبالكم في هذه الدوره ديال صناعه بلادي الجيل الجديد. فالصناعة التقليدية راك تعرفوها كلها كنوز، ملي كنشوف واحد المعلمة تاريخية وتنشوفوا هاد الناس ديال القرن الثاني والثالث، تنشوفوا هاد مثلا المدرسة البوعنانية مثلا أو جامعة القرويين، السعديين داروا البصمة ديالهم، العباسيين داروا البصمة ديالهم، المرينيين داروا، العلويين كذلك، وكل واحد تيبدع في واحد الوقت اللي ما كانت الامكانيات اللي عندكم دابا. دابا تبارك الله عندكم تخدموا بالحاسوب، عندكم الكهرباء، ذاك الوقت ما كانش غير الملسه والكادومه، تنشوفوا بعض الابواب هنا عندنا ديال القرن السابع ولا القرن الثامن. دابا خصنا نتوما هاد الجيل الجديد تبدعوا وتعطيونا احسن من داك الشيء اللي داروا هاد الناس. تنشوفوا بعض الادوات الفلكيه، تنشوفوا الساعه المائيه، تنشوفوا الادوات الطبيه ديال التشريح، كانوا الحرفي تيصوب ادوات التشريح لجراحه العيون والفراس. في القرن السابع العالي هو الصانع التقليدي. فأنا اللي تنطلب منكم تبدعوا وتوصلوا لهادشي اللي بغينا نشوفكم فيه. وتبارك الله عليكم. رسالة وميساج، حسينا بأننا بصح حنا هنايا كنتعلموا. يعني صراحة كانوا نصائح اللي هما مهمين بزاف، وإن شاء الله غادي نخدموا عليهم ويكون خير إن شاء الله تعالى. مرحبا بكم في هاد الدورة الثامنة ديال صناعة بلادي. عندكم واحد التمرين اللي غادي تبداو في واحد المدة ديال 4 سوايع، كل واحد فيكم غادي ينتج شي حاجة اللي هي غتوري كيفاش يمكن له يتحكم في الوقت. مدة قصيرة بزاف باش تصوف فيها شي حاجة اللي يستحقها برنامج صناعة بلادي. طين كيبغي الوقت، يعني 4 سوايع قلت أنا ما عادش كفيني حتى شي حاجة. التمرين الأول غادي يكون على لورنومون d'une manière générale, اللي هي لو موتيف. كتعرفوا في المغرب ملي كتشوفوا اي حاجه كتكون منتوجه على 4 ديال الاشكال، كاين لو موتيف نباتي، كاين لو موتيف جيومتريك اللي هو كتشوفوا في الزليج اللي عنده في لا كولتور ديالنا، وكاين لا كاليغراف. دابا غتشوفوا بين ما هاد 7 اسابيع خاصكم واحد البحث اللي ديروه في قلب لا كولتور ديالكم، باش تكونوا في اخر لا كومبيتيسيون تعلمتوا شي حاجه ديال التقاليد ديالكم. واتري بيانتو. قبل ما نكون في صناعه بلادي فاش كنت كنتفرج في التلفزيون كنت كتحمقني بزاف مدام ميكو. التمرين الاول اللي هو خصكم تخرجوا تكتشفوا او تصنعوا نماذج زخارف اللي فسرت لكم بصفه عامه كيفاش خصكم تصوبوها وبالسرعه الفائقه، لانه غادي يكون التنقيط والتحكيم غادي يكون عن طريق السرعه اللي نفتوا بها ديك الزخارف. وعندكم فيها 4 سوايع كيف قالت الاستاذه، والمرحله الثانيه هو انكم خصكم تطبقوا الافكار اللي درتوا دوك الزخارف فوق واحد المنتوج اللي هو ملموس اللي هو حامل المناديل. انا تنتمنى لكم والاخوان اللي معايا النجاح ان شاء الله والتوفيق. وبالتالي هادشي اللي قلت لكم كله هو ما يمكن لكمش تطبقوه وتنفذوه وتبينوا لنا الا في المعامل. ولهذا تنقول لكم تفضلوا، الله يعاونكم
وبينوا لنا حين تيديكم صافي. أول ما تفتح باب ورشة صناعة بلادي 26 مشارك كيمثلوا الجيل الجديد للصناعة التقليدية، خريجي معهد التكوين جاءوا من مدن مختلفة وكل واحد من وراء قصة وهدف، التحقوا بحصة الماستر كلاس مع المصمم سعيد كيحيا اللي غادي يبدا معهم أول ورشة نظرية حول موضوع الزخارف وأنواعها. الحصة ديال السي سعيد جات في وقتها، خصوصا أن في ذلك الوقت قلنا في أمس الحاجة اللي رشدنا واللي نصحنا. مرحبا بكم في هذا الماستر كلاس اللي غنتكلموا فيها عن الزخرفة الهندسية النباتية. الرسم كيبدا بالنقطة، نقطة زائد نقطة زائد نقطة كتعطينا ستار. كاين اللي كيقول لك الزخرفة مشات من المربع، كاين اللي كيقول مشات من الدائرة. أي تمرين عندكم كاين اللي كيدخل هنايا، سواء في المكعب أو لا المستطيل أو لا في الهرم إلى آخر ذلك. استفدت أنني كيفاش أنني نختار الأحجام، كيفاش أنني نوظفها، كيفاش أنني ننظمها. نحن في المغرب الكبير كنستعملوا الزخرفة الهندسية كثيرا، وفي الشرق كيستعملوا الزخرفة النباتية. هنا عاود كاين واحد التداخل عاوتاني بين ما هو زخرفة نباتية وزخرفة هندسية. تعاوني بزاف مني دوالينا على الأشكال الهندسية والطريقة ديال الرسم ديالها. المشاركين غادي توفر لهم الظروف والإمكانيات باش يقدموا صورة جديدة للحرفي المغربي اللي حامل على عاتقه تطوير وتجديد صناعة تقليدية، وهذا الشيء من خلال حصص الماستر كلاس اللي غادي تكون متاحة لهم طيلة مدة هذه المنافسة. هذه كلها كتنافل، ولكن في البي سكانديناف سورتو في لاسويد خداوها كموضة. إذا ما انتم خصكم كيفاش تعرفوا تستغلوا هاد المعطيات هذه اللي كاينين باش تمشوا بهم القدام. مع الاستاذ سعيد كانت مزيانه، استفدت منها شحال من حاجه، وهنا كملنا الدرس. اول مره المشاركين غادي يلتحقوا فيها بالورشه، 26 مشارك جمعتهم المغامره والتحدي وغادي يعيشوا اختبارات جديده عليهم. تيمات غادي يشتغلوا عليها لاول مره في منتوجات عندها قيمه فنيه عاليه. دخل الورشه صراحه فرحه كبيره لانه حلم بالنسبه لنا تحقق. كانت غير حلم وتحولت حقيقه، فهدف حتى تمشي. واو ما فهمت والو، مع دخلنا داك الشيء كبير لاتولي كبيره وكثرت الطبالي ما تخيلتش ديك الفرحه اللي كنت كنتسناها من شحال هذه، كنت كنشوف داك الشيء غير في التلفازه وشفتو لايف. يا سلام، عجبتني الطريقه باش حاطين لينا لي ماتيير اللي غنخدموا فيهم بالراحه التامه. الاسم غايه فاطمه الزهره، سن 22 سنه، ممثله مدينه الدار البيضاء في برنامج صناعه بلادي الجيل الجديد الدوره الثانيه. بديت الزربيه ملي كنت صغيره، كنت كنشوف جداتي كتخدم الزربيه، فكان كيعجبني بزاف دوك الاجواء ودك الحركه ديالها، ديك الطريقه باش كتصايب الزربيه كانت كتعجبني بزاف. وهنا بدات الموهبه ديالي وبدات الحرفه ديالي والحب ديالي للزربيه اكثر واكثر. وعندي لاطولي ديالي هنا في الدار كنبرك فيها كنخدم فيها، وبعض المرات كتكون معايا جداتي كنتعاونوا على شي زربيه مثلا. في وقت الفراغ ديالي انا واختي والعائله كنتجمعوا في الدار كنبركوا انصامبل كنحيدوا التليفونات باش يكون الحوار بيناتنا، ومره في السيمانه كنخرجوا كنفوجوا كاملين مجموعين كنبدلوا الجو شويه. وضروري انا كنصح زعما جميع العائلات خصهم يتجمعوا مع بعضياتهم مره في سيمانه مثلا باش يبقى الحب والتواصل بيناتهم. بالنسبه ليا اللقب ديال صناعه بلادي هو حلم، وغادي نتقاتل بزاف باش ناخذ اللقب. هي غادي تكون صعوبه ديال المنافسه، وهذا الشيء مزيان بالنسبه ليا حيت غنعرف المستوى ديالي، غنعرف القدرات اللي عندي، غادي نعرفها. وانا متاكده انه غادي نبقى وان شاء الله علاش ما ناخذش اللقب. مرحله وضع التصميم كتبدا بالفكره والنقاط المحوريه اللي غادي يمشي عليها كل مشارك في المنتوج ديالو باش يضمن السرعه والدقه في التنفيذ. هذه غتعاود كارو واحده اخرى ودير العبار ديال نقسم على اربعه. حاولت نرسمها في ورقه باش ندير خطه باش نخدم بها. هو اللي عطاها لي. علاش اخويا تشاورتي معايا؟ واش تشاورتي معايا؟ واش قلتي لي عطيها له؟ قلت لي صافي صافي. واش عطيها لي؟ اذا انت ملي غادي تخدم البروجي ديالك بالورقه ديالي وغتخدم بالقلم ديالك، انا علاش جايه هنايا؟ يعني كاينه واحد المنافسه بيناتنا، ما يمكنش انا نعطيك ورقه ديالي ونبقى نتسنى فيك.
هذا هو سوء التفاهم اللي وقع بيني وبينه. اختيار المنتوجات والتصميم كيعبر عن قناعات كل مشارك والرصيد المعرفي ديالو، وكيحمل من وراءه قصة ومعنى ودلالات كثيرة، وكتبقى مرحلة اختيار المواد الأساسية مرحلة مهمة ومحورية. اختاريت الأشياء الضرورية اللي ممكن أنها تنفعني، واختاريت خلاص لاغجيل، وبالنسبة وبالنسبة للزوتشي اللي ممكن أنني نخدم بهم وبيخصوني زينا داك الشي اللي خاصنا المواد الأولية، يعني وكان خاصنا ناخدوهم بالزربة بالزربة. اختاريت اللوان حيث أنا بغيت نخدم على اللوان ديال الزليج. اختاريت أنا لمازيغ، اختاريت زواقة تاع الشلحة. أولاً حقاش نوع من التقاليد المغربية، وأنا ما عمرني ما درت شي حاجة بحال هكا، وبغيت نجرب راسي فيها نشوف واش غادي نعطي فيها. حاولت أنني ندير في واحد الأكسسوار غادي تكون على شكل وردة، وفي نفس الوقت فيها الحروف مشتين بالخط العربي، وغنحاول ندخل فيها لي كولور. زارة العيادي في عمري 23 عام، دوزيام اني دارت زارة. الهوايات اللي كيعجبوني اولهم هي الفخار، كيعجبني كنرتاح فيه بزاف، كيحيد لي ستريس، كنحس بيه، كيحس بيا. هذه اول حاجه كتعجبني اكثر حيت كيفهمني، وفي نفس الوقت كيستفزني. كيفاش كيستفزني؟ حيت كيبقى يتفرتت دغيا، كيخصو الخاطر بزاف، وانا وحده عصبيه شويه، دونك كنحاول نلقى راسي معاه. الهوايه الثانيه ديالي اللي هي كنحس بها هي الاصل فيا هي الرسم. كيعجبني اكتشفتها فيا مؤخرا في 2016، حتى طحت كيفاش كنت كنوري ماما داكشي اللي كنرسم، كتقول لي كيفاش تعلمتي، كنقول لها انا ما عرفتش كيف، حتى لقيت داكشي في يدي كنصايبو داكشي زوين. كيعجب ماما، شجعتني بزاف، وكنقول لها شكرا شكرا بزاف، كنبغيك بزاف بزاف. بالنسبه للحرفه ديال الفخار، علاش اختاريتها هي بالضبط؟ صراحه في الاول اكتشفتها صدفه، وملي جربتها لقيت راسي فيها، لقيت بان علاش، خصوصا كانت تحدي ليا، حيت اللي كتلقى المعلم ديالنا وكلشي، يعني كتلقى كل المجتمع الذكوري اكثريه هو اللي كيخدم في الفخار، يعني هو اللي حيت كتبغي واحد القوه بدنيه هي الاولى، وكتبغي واحد لي سبخي زوين، وخديتها تحدي. في الاخر اكتشفت بانني نقدر انا نتعلم الفخار، وفي نفس الوقت وندير فيه لاتوش ديالي اللي هي الرسم. هكا ارتحيت فيه بزاف، قدرت ميلونجي بيناتهم بجوج. لاجيات حكيم عطاتنا واحد المجموعه ديال الاقتراحات. انا اختاريت الاختيار هذا اللي عباره عن حروف امازيغيه. اولا تكليف وتشريف ليا باش نمثل اللغه ديالي احسن. اخترت فن اللي بغيت انا هو الخط العربي. اذا شفيت قريت الخط الكوفي وقلت انا نجرب هذه وجاتني مزيانه. حكم ان اكثريه الانواع الزربيه في المغرب كيتميزوا بالزخرفه الهندسيه وبالتماثل ديالهم وبالتقابل ديالهم، ومنهم كنقدروا نخرجوا بزاف ديال لي ديكوراسيون. هذا الشيء علاش انا اختاريته. المشاركين ما ضيعوا حتى دقيقه، ساعات من العمل بدات وبدا معها التفكير واختيار كل واحد منهم النوع الزواقه اللي غادي يستعملها في منتوجه. فرحان وفي نفس الوقت مستريسي واحد شويه، ولكن الحمد لله معايا واحد ليكيب. يا سلام، عطاتنا مسابقه فيها التركيز بزاف وفيها قوه، وخاصنا نخدموا عقلنا فيها، وخاصنا السرعه، خاصنا نزربوا. فضلت انني نختار اشكال هندسيه حيت كتعجبني الهندسه، و هي صراحه شويه صعوبات حيت ما بين انك تاخذ، حيت اول بروجي لينا واول نهار لينا. السلام عليكم، اسم ديالي ايمان سافرانت، والسن 21 سنه، ومستوى الدراسي هو بكالوريا.
انا ملي اختاريت نجاره صراحه ما كنتش عارفه راسي انني غادي نبقيها، حيت شي حاجه اللي ما حتى شي شخص في العائله ديالي ما نجار، ما عندناش نجاره في العائله، ولكن اكتشفت انني هذيك المهنه هي اللي خصني نكمل فيها، حيت ملي كنجي لاطولي في الصباح كنلقى راسي انا مرتاحه فيها، يعني باغا نحس راسي انني كندير شي حاجه وانا باغا، هذا الشيء اللي خلاني انني نكمل فيها وما نقدرش، حيت ملي كندخل كنرتاح فيها، يعني كندير شي حاجه زوينه انا عاجباني. الهوية ديالي رسم والسباحة والمسرح، بالأخص المسرح. المسرح شي حاجة كتعجبني بزاف وكنبغيها. الأول كنت كنحشم، ولكن من خلال التجربة ديال المسرح وليت كنتعرف على الناس، ولاو العلاقات ديالي كثيرة مع الناس، وليت كنتواصل معهم بشكل طبيعي. والمسرح بالنسبة لي شي حاجة زوينة في حياتي ما نقدرش نستغنى عليها. وبغيت نوجه الرسالة لجميع الآباء وجميع الشباب، أنه أي أب وأي أم شافوا الأبناء ديالهم بغاو شي حاجة، بغاو شي حرفة تكون مهنة شريفة، يعني ما تعرضوش، حيت أي إنسان كيدير أي حاجة كيبغيها راه كيوصل فيها. الحلم ديالي الأول تحقق، أنني تقبلت في البرنامج، والحلم الأكبر هو أنني غادي نوصل بعيد في البرنامج وغادي ندي لقب إن شاء الله. شاريت الزليج المغربي اللي هو فن من الفنون الصناعة التقليدية المغربية، وغنحاول نوظفو في واحد البواط. من الاختبار اللي كاين هو كيفاش غادي نحاول نوظف هذا الموتيف في البواط ديالي، هذا هو التحدي اللي كاين في هذه المرحلة. حاولت نختار تقنية الموزايك اللي بحال اللي شبيهة بالطريقة اللي كيخدموا بها الناس ديال الزليج. المرافقة ديال المؤثرين كانت ضرورية خصوصا في هذه المرحلة، وتوجيههم للمشاركين كفيل أنه يجنبهم مجموعة من الأخطاء اللي قدروا يرتكبوها على مستوى الفكرة والتصميم. الوريقات مع الجزع تيكونوا نفس اللون، الخضر مع الخضر. في كوتش يعني تنستافدوا منهم مزيان، تعطونا افكار وتساعدونا بان ننميو الفكره ديالنا وتحط على ارض الواقع. خياطه فكر فيها مزيان تبدو الكوتش كيعطيونا داك الشيء. خياطه نقدر ندير السير نجمع بالسير. اشكال كيفاش غتلقى الفتحه ديالها بالنسبه للموتيف هذا، كي غتكون فتحه بالنسبه لي؟ ما غاديش تكون عاديه بحال لي بواط العاديين، غتكون على شكل خشب سليماني. بعد ما راه كتبلوكا ما كتفكرش فيها، كتكون شي حاجه سهله قدامك كتفكرش فيها، كيعاونك هو بزاف باش كيسهل عليك بزاف الحوايج اللي تخدمهم. حاول ديري الديسان ديالك، ديري الرسومات ديالك، مسواد ديالك خوكي، حاول يكون عندك كلشي متناسق. السلام عليكم مريم. عليكم السلام، بخير؟ مزيان. شنو اختاريتي في الخيط؟ اختاريت ندير الرمز الامازيغي اللي كيرمز للامازيغ. مزيان. عطينا نصائح مهمه اللي انا تبعتهم بالحرف، وان شاء الله ملي غنكمل الديسان ديالي والزواقه ديالي غادي نحط اشكال اخرين. المهم الفكره ديالي ركزت على اشكال هندسيه باش يبان لك الحروف. مزيان. حاول هاد العقدات يكونوا متقاربين باش الحرف يبان متلاصق. وفي هاد اللحظه المشاركين قطعوا اشواط مهمه، كل واحد منهم كانت عنده رؤيه مختلفه، ولكن كلهم مجتمعين على مبدا واحد، وان الصانع التقليدي خاصو بذات عنده صفه المقاول، وهذا الشيء ما يمكنش يتحقق بدون مرافقه خبراء في مجال التسيير والتدبير المالي. السلام عليكم، معكم اسمان شراف من مجموعه البنك الشعبي. ان شاء الله العام ندوزو معكم حصص من البدايه الدوره ان شاء الله حتى لافان ديالها. ان شاء الله في هذه الحصه غادي نتكلموا على المقاول وعلى المؤهلات المقاول. كان خصنا ضروري اننا نعرفوا امور بحال هذه، كيفاش تكون انك مقاوم، انك تطور راسك من مقاول بسيط لمقاول متطور. اساس المقاولات ماشي هو انشاء، يعني ترجمه فكره الى مشروع مزيان، مي لو ديفي يعني التحدي الكبير هو التطور، يعني هي تبقى في الزمان وتزيد الارباح ديالك الكبير. تعرفنا بزاف تاع الحوايج اللي ما كناش عارفينهم، وغادي يعني غادي تفيدنا بزاف بالنسبه لانشاء المقاولات. يعني الا ما كنتش عندك ثقه في الناس ما تثقش في المشروع ديالك، ولا ما تثقش قبل من المشروع ما تثقش في الفكره المشروع ديالك. نتايق في راسي انني انا قادر ندوز التحديات كاملين. استفدنا بزاف الحوايج من الاستاذ ديالنا، قال لنا كيفاش خاصنا نكونوا كمقاولين، الصفات الاساسيه اللي خاص يكون عندنا، لي زيتاب اللي خاصنا نتبعوهم باش نكونوا واحد المشروع ناجح 100%. كنشكركم على الانتباه ديالكم وعلى التفاعل ديالكم في هذه الحصه، ونتلاقاو في حصه جايه ان شاء الله تعالى.
الدهشة. المثابرة والإصرار عوامل غادي تخلي المشاركين يشتغلوا بدون انقطاع على منتوجاتهم ويكونوا في سباق مع الوقت باش يكملوا المهمة المطلوبة منهم، خصوصا أن هذا الاختبار خاص بالسرعة. ضروري شوية الخلعة وشوية السترس. السبب ديالي هو خايفة لمن ندوش البرايم الجاي، وإن شاء الله يكون خير وندوس. غنحاول نتجاوز المنافسين اللي معايا اللي كاملين تبارك الله حريفية وعندهم صنعة في يديهم. فنون محمد 26 سنة، ممثل بمدينة الدار البيضاء في صنعة بلادي الدورة الثامنة فئة فن الجيل. مستوى الدراسة ديالي هي بكالوريوس 5 سنوات، خريج أكاديمية فنون تقليدية فئة مصنوعات الجلدية. في الوقت الفراغ ديالي كنفضل نمشي للبحر، وكنفضل ندير السيرف بالخصوص حيت هو اللي بيه كنهرس داك الروتين اليومي ديال الخدمه وديال القرايه، وكنعاون نتبع افكار ديالي من جديد باش نرجع للخدمه بواحد النفس جديد. اختاريت بخصوص الصناعه التقليديه، انا كيعجبني بزاف الخدمه ديال اليد، كتعجبني العمل اليدوي، وبالخصوص الجلد حيت واحد الماتيار اللي حيه، فهمتي؟ شي حاجه اللي كتحس بها ملي كتبدا تخدم بها، لا الصوت ديالو في التقطاع الا الريحه ديالو، يعني شي حاجه ماتيغ فيف ملي كتخدم بها، وتقدر دير بها بزاف الحوايج. من جلده تقدر تصنع واحد السيكان حوايج، شي حاجه اللي نقدروا نستعملوها في حياتنا اليوميه. الوالده ديالي قاست معايا بزاف خصوصا اني اختاريت واحد الميدان كنت غادي في الانفورماتيك، واختاريت نقلب كيف ما كتعرف بلي الانفورماتيك هي الميتي اللي خدام هذا الوقت وخدام فيها بزاف الناس، واختاريت نقلب باش نولي باش ندير لارتيزانه لواحد الميتيه اللي قديمه. عانوا معايا بزاف في الدار، ولكن كنحاول نقنعهم، ودابا ان شاء الله غنقنعهم مزيان باني سالك صنعت بلادي، ونبين لهم بلي هذا الشيء اللي اختاريت راه هو اللي باغي انا، وان شاء الله غنوصل به. غنمشي صنعت بلادي وغنثبت بلي واخا تخليت على انفورماتيك اللي هو واحد الدومين جديد، بلي راه لارتيزانه هي واحد الدومين ديالنا والمورود ديالنا الثقافي، نقدروا نمشيو به بعيد ونوصلوا به حتى للعالميه. صايبت لي موتيف الاولانيين مي مالوغوزمون تهرسوا ليا. دابا كنحاول نستدرك الوقت، يلا صايبت الاولانيه و او ميم طون ديسك لا بواط حيت هي اللي كتشد اليد بزاف، ودابا كنحاول ندير اخر لي فينيسيون لا بيس الاولى ديال لا بواط. بالنسبه ليا كنعيش واحد لو مومون دو ستريس بحكم دابا بجوج ديال لي زيكزارسيس تخلطوا لي في دقه واحده، حتى حاجه مازال ما ساليتها. عندي دابا اختبار ديال السرعه، خصني نزيد نخفف يدي شويه. اسم ديالي مها الشرقاوي من مدينه الرباط، سن ديالي 23 سنه، مستوى الدراسي ماستر اون انجينيوري ماركتينغ اي ديفلوبمون كوميرسيال بجامعه الحسن الثاني بعين سبع. صراحه الحرفه ديال الخزف زعما ماشي حرفه اللي كيفاش نقولوا سهله، هي حرفه صعيبه وكتبغي مجهود بدني، ولكن نقدر زعما الحمد لله ندير بلاصتي بواحد لو ستيل اللي هو ديفيرون. بغيت نخدم شي حاجه جديده، وبان لا بوتري تقدر بحال الرسم، بحال النحت، بحال بزاف ديال الحاجات. لو جارديناج شي حاجه صراحه اللي لقيت فيها راحتي، كيعجبني ندير لاغوزاج، كيفاش انني نقدر ندير لي ليغوم لي فروي نزرعهم عندي في الدار، وكيعجبني يكونوا هكا لي بلونط في الدار نشوف فيهم كنرتاح. الجيمين واحد الحاجه اللي كنت كنديرها ملي كنت في الباك، كنت صراحه في واحد لابيريود اللي كنت مدمنه على لي جو فيديو، ولكن بشوي شويه مع كبرت تخلصت من داك الادمان، وليت كنديرو بطريقه اللي هي عقلانيه مره في الويكاند باش كنبدل الجو. انا فرحانه الصراحه بزاف اللي غادي نشارك في هاد لافونتور ديال صنعت بلادي، مي جيسبر تكون ان بون ديبو لواحد المشوار جديد في حياتي. انا البروجي مازال اللي فيه يعني غير التخرم، يعني خصني نكملو ضروري التخرم بالسرعه، يعني التحدي راه كاين كبير هنا بزاف، انا اللي مازال متاخر فيهم بزاف، اللي خاصنا نديرو كل ما وجدنا باش مثلا المنتوج ديالي يوجد في الوقت. ساعات من العمل المتواصل حاولوا يعطيو فيها للماده اشكال وانماط مختلفه، ودائما بتوجيه ومرافقه المؤثرين ديالهم. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه وعليكم السلام. بخير؟ لاباس الحمد لله. صافو شويه الحمد لله بخير. لي فكره معتبره خديتها لشي من الشظايا، دونك جو تو فيليسيت بور سا، سي اون تري بون شوز. خاطر عندنا الطين حنا كيجر البروده. اييه اللهم نعليوها باش تيبقاو حتى الوريقات ما يبقاو سخيفين، ما غاديش يوصلوا لديك البروده. ما تنصحش تحطها بحال ما هكا، هادي راه ما فينياش نهائيا، ما عطيتيهاش الخاطره باش يخرج البرودوي كيما يبغيو رجلاتك، فهمتي؟
فالصراحة جاو في الوقت المناسب، فذاك لقيت كنا في أمس الحاجة النصائح ديالهم والإرشادات ديالهم. الشوفة الأولى بان لي داكشي عندك باقي معطل، دمت لي موتيف قليات وخصها خذت تبع الاعتبار الطهي خصها آه. الوقت باش نشف حاول تشوف كيفاش تفادى هذا المشكل ديال الثقل، حيت فريمون واحد لو بوين اللي نيجاتيف بالنسبة لك فهمتي، حيت لابواط غادي ديرو فيها غير كلينكس. لا لا فاطمة الزهراء، مشيتي للورقة خديتيها هي هذيك الطبيعية وبغيتي كت حيت بغيت نحس بلا بياس حية هكا كتوش دائما تحطو بيان فيني يكون قاد انت مقتنع به قبل ما تقنع به لجنه التحكيم. مشاهد ان شاء الله ملي غيشوف هذه البوطه ديك عرف انك من الجنوب ياك على شكل القصبه ها لي رومبار الحرف الامازيغي مزيان داكشي يبان ليا فيه كاين شي وظيفه اخرى ياك. حاولت انني نستعمله على شكل سيبور ديال التليفون. اه التليفون تحطي ليه هكا داكشي اللي شفنا مزيان ايوا الفينيسيون الله يوفق. المنتوجات خذت شكلها النهائي، كل منتوج مختلف على الآخر، أشكال كتبين المهارة والحرفية اللي وطفوا فيها كل ما اكتسبوه من حصة الماستر كلاس. وبعيداً عن المنافسة والاختبارات داخل الورشة، مكان واحد كيجمع المشاركين من بعد ساعات من العمل المتواصل مع ضيف وفنان محبوب عندهم واحد نجمية مراد البريقي. حبيبي على الدنيا إذا غبت وحسوني فيا قمراً كل ما أنت طالع يلا كنا ابعت لي جواب 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 وطمني را 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 ويلا وين عتاب 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 لا تحاربني را 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 او ابعت لي جواب ابعت لي جواب ابعت لي جواب 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 وطمني. السلام عليكم كي دايرين صافا؟ فنان مراد البريقي اللي يعني نفس علينا ديك الاوضاع وحيد علينا الستريس. دابا كل واحد عطاه الله واحد الميزه فيحاول يخدم عليها. ممكن السي وريك شي نصيحه نستافدوا منها؟ الا كنتي كتخدم واحد الخدمه من قلبك كون متاكد 100% انها غتوصل للناس كيف ما بيكون المستوى ديالها. كنظن انا ولا خدمتي من نيتك ودمرتي في حاجه وعطيتها من قلبك غادي توصل قلوب الناس. ما اي فشل في الحياه ولا ما كيتعتبرش فشل، هو راه تجربه كتخسر المعارك ولكن الحرب كتبقى مستمره وكيزيد يقويك هذاك الفشل تمام. اللي تمام كيزيد يقويك. ايوا ان شاء الله نتمنى لكم دجا ما بغيت واحد يتقلق الا خسر ولا شي حاجه. وي انتما رابحين هذه التجربه هذه هذه السعي اللي حنا فيها راكم رابحين والله القسم. كانت واحد الجلسه صراحه زوينه بزاف، قدرنا نساو داك ستريس نخرجوا من اجواء العمل ممكن واحد لو مومون دو ديتونت. لقد فنيت روحي عليك صبابة فما انت يا روح العزيزة صامع وغيرك ان وافى فما انا ناظر اليه وغيرك ان وفى فما انا ناظر اليه وان ندى فما انا سامع فما انا سامع من بعد ما جاء مراد بوريقي زاد انسجام ما بين لي كونديدا جديد فنيه. الله نزلت اغنيه بسميتها احبك حد الجنون، هي اغنيه باللغه العربيه الفصحى وان شاء الله هذه السنه المقبله عندي شي جوج اعمال ولا ثلاثه مغربيين فما كنتمنى يتناد اعجابكم نتوما الاولين حتى نتوما راكم فنانين ان شاء الله غادي يعجبونا كاع الاغاني ديالك في المستوى وان شاء الله الاغاني الاخرين تما غيكونوا في المستوى. بارك الله فيك. شكرا 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 على الحضور ديالك على الوقت اللي عطيتينا. غتجددوا النشاط دابا ان شاء الله غنخدموا الليل كامل. مرحبا مرحبا. اللي عجبني بزاف هو كاينين البنات مزيان صافي بليزير باش تكون انت المراه داخله فهاد اللي كانت محتكره قبل باب الرجال صافي بليزير صراحه. انا وي معنا بنت في الخشب بيان سور احضي في الخشب.
تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك. بون كوراج وبون شونس. وقبل ما نمشي سيلفي. سيلفي سيلفي. تحية التج. مراكش. مرحبا بكم. مراكش كاع. بون كوراج وبون شونس. بون شونس لكل الناس. من بعد ما دوزوا المشاركين أوقات جميلة مع الضيف ديالنا، جا الوقت باش يرجعوا للورشة ويرجعوا الجو الودية والمنافسة. وصلنا الوقت ديال الفينيسيو واللي ما بقاش لينا الوقت بزاف، واخا هو ديجا ما كاينش في الصراحة، وبديت كنفيني بزاف يعني من زرع حصاد دوم خاصني فيني، وكنت مرتبك بالنسبة ديال لي كولور، ما عرفتش ان كولور غادي ندير الصراحة. تخوف ضروري من يعني كتكون شي بياسه تقليديه او انه كتصاوبها يعني ماشي بياسه السوق، وهذه يعني ضروري كتكون كيكون التخوف شي شويه، وهذا يعني هذه غالبا خدمتها يدويه يعني النقاش ديالها كلشي يعني يدوي تخرامها كلشي يدوي. دخلت فيها شويه العصر يعني سلك عصري غادي نكوي غادي يجي كامل يعني زواق غادي يجي في البياسه. بنادم كلشي زربان كلشي تيحاول انه يوجد ويسالي البروجي ديالو دغيا حتى اسمه بقاس الوقت ما بقاش الوقت فريمون بقاس الوقت. كيف ما كتلاحظوا راني في ليطاب ما قبل النهائيه يعني كنضطر انني نحاول نزرب شويه ما بقاش ليا الوقت. مازال متبوع بزاف الخدمه، مي واخا كاين ستريس كيخصك تعطي شي حاجه اللي هي جميله باش انك تتجاوز هذه المرحله هذه اللي هي مرحله شويه خطيره. هذه اللحظات الاخيره ديال الاختبار، وباقي شويه، باقي الفينيسيون، باقي بزاف د الحوايج، وان شاء الله نسالي في الوقت. مع نهايه الوقت المحدد لهذا الاختبار، المنتوجات صبحت جاهزه باش تعينها لجنه التحكيم وتعطي رايها وتقييمها لنقاط القوه ونقاط الضعف ديال كل منتوج. هذا هو الدسان الاول لو موتيف لا فورم اي اكستراوردينير فورم دو تور دار داكشي ديال القصبه لو موتيف جيومتريك لو ستيل دودان سي سامبا فلورال هذا ياك سيدي هذا الفلورال حتى نص فلورال هذا تجي تشوف من هذا الشيء جميل هذا مش ريسبكتيد ستار اكزاكتلي لجنة التحكيم غادي تعاين كل منتوج باش توقف على التقنيات المستعملة والأخطاء اللي وقعوا فيها بعض المشاركين. وهادشي هذا صعيب إلا فتي التمام تطيح لك. لا والو داك مثل إلا غوبخي لو ميم موتيف ورجعو سي إكستراوردينير. وإلا غوبخي داك يعني هاد لي زوبجي اللي هنا. هي هادي زعما هادي باش تحل لا بواط. اهلا بكم. الخفي ديال الموزايك هذا دار السين ديال الزليج موتيف جيومتريك دار جوج بالو ملك الفلوغا ديالو ديك درت لا بغودري ديال الايده وسملال كيدار في الحايك الاختيار غادي يكون صعيب والقرار الاول والاخير غادي يكون للجنه. كلشي خايف كلشي مخلوع كلشي كيقول انا البروجي ديالي حسن الاخر كيقول انا حسن. جاتني البكية باغي نبكي باغي نبكي بقوة الخلعة، ولكن نتمنى من الله الخير. مخلوعة بزاف خايفة ما تختارش. من خلال هذوك التمارين الاولى اللي درتو بجوج لاحظنا على انه كاين مسائل ايجابية تفرح وكاين بصمات الصانع للمستقبل، وبالتالي تنهنيكم باسم لجنة التحكيم على المستوى اللي درتوا به في الدورة الأولى، وحنا كلنا يعني تفاؤل على أنه هذا الشيء غادي يتحسن في الطريم الأول
كاين بعض الثغرات، كاين بعض الهفوات اللي غادي ان شاء الله غادي تصلح خلال المده ديال سبع اسابيع اللي غادي تقضيو معنا. ولهذا تنقول لكم ردوا البال، راه الامور اللي جايه غادي تكون اصعب. تبارك الله عليكم، قمتوا بهذا التمرين بصفه كتفرح. في الفئه ديال الخشب كان واحد المنتوج اللي هو متميز، اللي دار هذاك المنتوج هو او هي إيمان. فرحت بزاف وزدت ثقت في راسي، كنقول انتي غادي توصلي وغادي تكوني احسن حتى المره الجايه ان شاء الله. كان المنتوج ديالك عنده واحد القيمه بالنسبه للتفكير، بالنسبه للاحترام ايفيدامون، احترام ديال لينونسي ديال ليكزيرسيس. وتبارك الله عليك مالغري لو طون كنتي قمتي بواحد المجهود اللي هو مهم، وتنتمناو هذا المجهود هذا يغادي ويستمر ويمشي حتى للفينال بواحد النتيجه اللي هي تفرحنا حنا وتفرحك انت. تبارك الله عليك. اللي كان متميز بالنسبه للفئه ديال الطرز وكان واحد المنتوج اللي هو عجبنا كاملين كان ديال وي ام. فرحت بزاف وافتخرت لانني بديت كنحقق واحد شويه الحلم ديالي. التمرين اللي كان عندك ديال السرعه بين بين ما يمكن لك تحكمي في الوقت، تحكمي في الابتكار، وتحكمي في الالوان، وتبارك الله عليك. دوري انا غادي نعلن الفائز في قطع المعادن اللي هو الحسن. لحظة زوينة راه توصف، ربي سبحانه وتعالى نصفني بعد المجهودات ديالي. اللي عجبني في القطعة ديالك ولا في المنتوج ديالك وهو اللون الأحمر، والفكرة الثانية طريقة الحديد المطروق اللي درت الكتابة بارزة، كان في مستوى رائع ونتمنى لك التوفيق. صراحة الفرحة ما كملاتش، خصوصا أن عارف بلي واحد من الأصدقاء ديالي غادي يغادرنا. اسم صاحب أفضل منتوج هو أو هي يوسف. جاتني البكية، بكيت من الداخل، وخا عيني شي شوية حمار وبغات تخرج لي البكية، بكيت من الداخل ديك الفرحة، ما عرفتش ما حسيتش. المنتوج ديالك اللي عجبنا فيه هو الشكل الهندسي اللي كيمثل الأبراج والقصابات، المقاييس عندك منتهى الروعة، وعطيتينا واحد حاملة المناديل على شكل برج. نتمنى لك التوفيق والله معك. يستاهل، بياسة ديال زوينة بزاف، قلنا الكود كور هاو داز. دوري أنا غادي نعلن على نتائج ديال الجلد أو الصناعات الجلدية. العمل ديالكم كان مهم جدا وعجبنا، وبالتالي راه خدينا جوج اللي كان المنتوج ديالهم بارز لأول مرة، ولهذا غادي نعلن على الأسماء اللي هما كانوا بارزين المنتوج ديالهم في هاد الفئة. سكينة مراد، يعني الحمد لله خديت الكود كور، كانت فرحة كبيرة لدرجة أنني تحمست، يعني داك الستريس كله راح بالفرحة. سكينة عندك بعدا على أنه صوبتي جوج المنتوجات في ظرف وزيز من الزمن وكان جميل، كذلك بالنسبة للسي مراد المنتوج ديالك كان رائع، وحنا ملي تنشوفوا بحال وجوهكم دابا هكا تنفرحوا لأنه المصنوعات الجلدية في حاجة كبيرة لهذا النوع من الشباب باش يردها كيف كانت في زمان. كنشرفني انني كنشرف مدينتي اللي هي مدينه مراكش بالدرجه الاولى، يعني فرح لي كبير. الان ندوزو للفئه ديال الزربيه، وما ادراك ما الزربيه. الزربيه حتى هي في حاجه كيف قلت المصنوعات الجلديه والجلد في حاجه للشباب باش يعاودوا يردوها للمجد ديالها، لانه كنا ثالثين في العالم اللي تنصدروا الزربيه، ثلاثه في العالم هو المغرب. ولهذا غادي نعلن على احسن صاحبه او صاحب احسن منتوج اللي برز في هذه الدوره هذه، اللي هو
الآن ندوزو الفئة ديال الزربية وما أدراك ما الزربية. الزربية هي في حاجة كيف قلت مصنوعة الجلدية والجلد في حاجة للشباب باش يعاودوا يردوها للمجد ديالها، لأنه كنا ثالثين في العالم اللي تنصدروا الزربية، ثلاثة في العالم هو المغرب. ولهذا غادي نعلن على أحسن صاحبة صاحبة أو صاحب أحسن منتوج اللي برز في هذه الدورة هذه اللي هو مريم من تازناخ. مريم حقيقة احنا كنا خايفين على انه هذاك البواط الكلينكس تصوب فيها الزربية، عينا ما نقلبوا كيفاش غادي تكون، ولكن الحمد لله كنا مسرورين على انه نجحتوا في الابتكار ديالكم في هذه القضية ديال الزربية جامعة هذا البواط الكلينكس. لهذا كنا فرحانين، وكان المنتوج ديالكم اللي فيه دقة كله كان فيه دقة، ولكن كنت انت فايتهم بارزة واحد شوية. أنا بعدا شخصيا لأن أعرف كثيرا ميدان الزربية، وبالتالي كنت مسرور أنكم ديروا هذا الابتكار هذا. هنيئا لكم بهذا العمل ديالكم الجديد. ليا الشرف أنني نمثل المرأة الزناقية في أحسن تمثيل في البرنامج صناعة بلادي. السلام عليكم، مازال في اللون. الاسم الكامل مريم جواب، سن 28 سنة، ممثلة مدينة تازناخت بالضبط إزناقن، مشاركة في برنامج صناعة بلادي في الدورة الثامنة ديالنا. الزربية هي الحرفة ديالنا في المنطقة ديالنا ديال إزناقن، يعني كنرتاح فيها بزاف وكنحبها من الطفولة ديالي. ديما كنحب هذه الحرفة ديال الزربية، وبيان سيغ تعلمتها لي الأم ديالي وجداتي حتى هي. الزربية تعلمتها فاش كنت باقا صغيرة، يعني باقا في أيام المدرسة، يعني باقا كنقرا وفي نفس الوقت كنتعلم الزربية. يعني فاش كندخل المدرسة فاش كتكون عندي شي وقت فراغ، ما عندي ما يعني ما عنديش شي حاجة كتعلق دراسة، فكنفضل انني نخدم في الزربيه. الهوايه ديالي هي كره القدم والطبخ، ولكن اكثر حاجه كنرتاح فيها هو الطبخ. يعني ديما فاش كيبغي يجي عندنا شي ضيف ولا كتكون عندنا شي مناسبه، كنفضل انني انا ندير شي حاجه بيديا في الطبخ باش تطلع كيما بغيتها انايا. الهدف ديالي في برنامج صناعة بلادي هو انني نتعرف على اصدقاء جداد، ونتعرف على لجنة التحكيم والاساتذه كبار، ونمثل مدينتي أحسن تمثيل إن شاء الله برنامج صناعة بلادي. إن شاء الله كنتمنى أنني نوصل للفينال وندي لقب ونفرح عائلتي، ونمثل مدينتي أحسن تمثيل إن شاء الله. اللي بغيت نبلغكم هو أنه هذا البرايم هذا حتى واحد فيكم ما غادي يمشي، كلكم غادي تبقاو مستمرين معنا، وتبقاو الحمد لله تكونوا وتزيدوا في التكوين ديالكم على أساس الصبر وعلى أساس الاستفادة، وما تخليوش شي دقيقة واحدة اللي تضيع منكم. هنيئا لكم ومرحبا بكم، احنا تحنا مسخينا بكم في التمثيل. كانت فرصة ثانية باش نزيدو نخدمو، وكنتمنى من الله ننجح فيها. فرحنا بزاف، وكان عندنا آمال خور باش نوصلو نحققو الهدف تاعي، وباقي نقدر نعطي سميتو أكثر. تنهنيكم مرة أخرى على المجهود اللي درتو في هاد البخال. إن شاء الله في السمانة المقبلة غيكونوا الإقصاءات، لهذا تنتمنى لكم التوفيق، وتنتمنى لكم إيفيدامون باش تلقاو القوة والصبر باش توصلوا لواحد الهدف اللي انتم جيتوا ليه في هذا البرنامج هذا، وتبارك الله عليكم. الأسبوع القادم المشاركين على موعد مع برايم إقصائي على صعيد ست الفئات. خصك دير شي حاجة مختلفة على الآخرين وتحاول تكون أحسن منهم في هذا البرايم. برايم خاص لأنه حتى واحد فيهم ما باغي يخرج من المنافسة، بالعكس الكل غادي يدير ما في جهده باش يشرف حرفته والمدينة ديالو، ويستمر ما أمكن في المسابقة. الضغط كاين بزاف، كنت من نوم الله نسالي في الوقت. بنتا باغي ندير مترو طبلة، واش تا طبلة باغي تاكل راه بزاف مترو. ما تقولش انا بحال تلميذ راه يحطوا الهرب مئات السنين وما كيخدموا عليه. دابا درت انا خص واحد 100 ساعة لان راه فيه شي راه كلشي. اختبار جديد ما غاديش يكون سهل، لأن اللجنة من بعد ما اختبرت المعارف ديالهم هذا الأسبوع، وحتى واحد ما غادر المسابقة، الأسبوع المقبل غادي يكون التحكيم ديالها أشد على المشاركين، وتفاصيل صغيرة تقدر تخلق الفارق بيناتهم. تابعونا الأسبوع المقبل في البرايم الثاني من صناعة بلادي لشيء جديد.